احكي معاك مثالين هيوضحوا مواجهه ارسنال ومانشستر سيتي امبارح بكل سهوله. تخيل شركه اتخلقت من العدم، حبت انها تقلد شركه ابل وتعمل ايفونز وتعمل حاجات اللي هي منتجات ابل. طيب لو فرضنا ان ابل دي بقى لها 15 سنه والشركه دي لسه هتبدا دلوقتي او بقى لها سنه بالكتير قوي، مين الاكثر خبره او بمعنى اصح مين اللي هيوصل لديتيلز اكتر بكتير في المنتجات اللي هينتجها في الايفونز والكلام ده كله؟ وخلي بالك هيكون شركه ابل عندها مرجعيه كميه ايفونز وايبادز اللي حصره لها تم انتاجها، وانا هبتدي ان انا ابجريد عليها، فانا عندي الداتا كامله وعندي الداتا اشمل بكتير من اي شركه جديده وحبت انها تقلد ابل حتى. طيب تعال نروح للمثال التاني. تخيل انت واخوك دلوقتي كل واحد فيكم عايز يفتح مشروع، واخوك فتح المشروع مثلا بقاله 7 سنين وابتدى ان هو يبني ثماره، وانت قررت ان انت تفتح مشروعك، اكل بقى لبس ايا كان، بس مشروعك لسه في اول سنه اول سنه ونص، وبالتالي اخوك هنا هيبتدي ان هو يجني ثمار المشروع بعد السنه السابعه، هيبتدي ان هو يكسب فلوس اكتر، هيبتدي ان هو اكثر خبره في السوق وبقى دلوقتي واعي بالمنتج اللي هو بيعمله او بالمنتج اللي بيسوقه، وانت لسه في بدايه مشروعك يا دوب لسه بتصرف على المشروع حتى، فبالتالي مشروعك لسه ما وصلش لاي حاجه خالص ينفع تكسب من خلاله حاجه. هو ده بالظبط اللي حصل ما بين السيتي والارسنال، مش فكره مواجهه في الملعب ولكن فكره الديتيلز والتفاصيل. الاثنين بنفس مشروع اللعب التمركزي بالظبط، ارتيتا مجرد واحد كان مساعد جوارديولا اخذ الفكره قال لك هطورها وهلعب بيها وهخلي ارسنال تكون هويته لعب تمركزي. كل الكلام ده جميل، ولكن بيب جوارديولا في السنه السابعه من مشروع مانشستر سيتي يا ما مشى لعيبه يا ما جاب لعيبه يا ما طور من الفكره نفسها الخططيه اللي في الملعب، يا ما طور من وعي اللعيبه ووضعهم التقني، يا ما طور من حاجات كتير، ويا ما خد خبرات لان كان في مرجعيات سابقه ابتدى كان فيها مشاكل وابتدى يحلها مع الوقت. فالراجل في السنه السابعه وصل للبيك، وصل لمرحله صعبه جدا ان انت تتخطاه. ولكن الناحيه الثانيه ارتيتا لسه في البدايه، لسه في اول سنه سنه ونص، كان تقريبا دلوقتي اكمل سنتين او سنتين ونص، فارتيتا لسه ما وصلش للوعي الكامل وصل جوارديولا، ولا لسه وصل مثلا بفكره ان انا اصرف كتير في الميركاتو فاجيب لعيبه مثلا جودتها عاليه شويه فتخدم الفكره نفسها، لان فكره اللعب التمركزي معقده جدا في الملعب. فلسه فاحنا بنتكلم عن حاجه متكامله او وصلت ل يعني قريبه جدا من الكمال، وحاجه لسه بتبدا واحده واحده. فالطبيعي ده اللي يحصل في الملعب امبارح، ان السيطره توصل من مانشستر سيتي فقط، وان الهيمنه ما تجيش من ارسنال نهائيا، وارسنال حتى مش قادر يعمل رد فعل على هيمنه مانشستر سيتي. جوارديولا اكتر ما يميزه امبارح انه غير الشكل الخططي في الملعب. الراجل غير ال 3 2 5 اللي بيلعبها اثناء الحيازه ونزار يبقى في نص الملعب، لا ده خلاهم عادي 4 وباكين فاتحين الملعب، كان ووكر واكانجي، وخلى جوندوجان المحور الثاني مع رودري، ودي بروين لاعب حر. ايه ده ايه ده ايه ده إيه ده؟ غير الخطه تمام في الماتش ده غير اللي بيلعبه من الموسم كله 8 شهور على خطه ال 3 2 5 مع بعض التغيير البسيط، يعني ان ممكن يبقى في ظهير ثاني في العمق فتبقى 2 3 5. الراجل غير الشكل تماما. ليه؟ لانه بيلعب ارتيتا اللي بيلعب بنفس الاسلوب وبنفس الشكل، بيلعب 3 2 5. فزينشينكو اللي في نص الملعب هو هو ستونز اللي في نص الملعب عند جوارديولا، فبالتالي الراجل قال لك ايه؟ الراجل ده بيلعب بنفس الشكل، طب ما تيجي افاجئه، لان هو في الضغط فاهم جوارديولا، هيبقى عنده 3 مدافعين فيبقى فاهم هيضغط ازاي، فاحنا هنشوف في الحالات دلوقتي ازاي ارسنال اتخض من الشكل بتاع مانشستر سيتي وما قدرش يتعامل لانه اتحط تحت مبدا المباغته. فهنا كان جوارديولا ان انا اباغت ارتيتا بشكل جديد، انت مش محضر له هتضغط عليه ازاي او هتبني اللعب قصاده ازاي، وبالتالي هو ده اللي خلى جوارديولا يهيمن فكرة المباختة وفكرة ان انا فاجئك بشكل انت مش متوقعه تماما. عشان ما طولش عليك تعال نروح نبص على الحالات على طول كده. بص كده واحدة واحدة، احنا هنبدأ بفكرة السيتي وهو معاه الكورة، وبعد كده هنشوف ارسنال وهو معاه الكورة ايه اللي كان بيحصل والسيتي كان بيضغط ازاي. طيب مبدئيا اللي قدامك ده هنا المفاجأة، مفاجأة ايه؟ ان جوندوجان ورودري في العمق، هما الاثنين المحورين اللي في العمق. بص التشيك اللي عليه السبوت ده بيقول لك ايه؟ بيقول للبارتي ارجع قابل كيفن دي بروين اللي عليه المربع الاصفر ده عشان احنا هنلعب شكلنا كده مان تو مان، بمعنى ان تشاكا لازم يضغط هنا على رودري زي ما انت شايف لانه لاعب حر، لان اوديجارد قافل ممر التمرير على جوندوجان، وساكا كان بيضغط على اكانجي من على الاطراف، وكان جابريل خيسوس قافل ممر التمرير الافقي اللي هو ما بين دياز وما بين ستونز. طيب وهو بيقول للبارتي كده قام جوندوجان لافف وشه عامل السكان الجميله عشان يسكان الوضع ايه اللي هيحصل، فبيبص كده اه واضح كده
كده ان توماس بارتي هيروح مع كيفن دي بروين فهيفرغ لي المساحه. مساحه ايه؟ الفكره هنا ان الموقف 2-1، الموقف تفوق عددي اصلا. ليه؟ حامل الكره اللي واقف قصادها دياز، واللي قصاده كان مارتن اوديجارد، اقفل ممر التمرير على جندوجان ولا اضغط على دياز. فانا لو ضحيت بحاجه التاني هيطلع. فهي الفكره كلها هنا انه لما ما قفلش ممر التمرير على جندوجان صح، جندوجان ابتدى يروح في المساحه وبيقول لدياز العب لي في المساحه. ليه المساحه؟ لان فعلا توماس بارتي انساق ورا كيفن دي بروين في العمق، فخلق المساحه اللي موجوده في الممر الداخلي اللي قدامك دي. ففعلا خد المساحه جندوجان واستلم بالوضع اللي هو الهاف تيرن اللي هو النص لفه عشان يواجه المرمى على طول، وابتدى ان هو يسوق الكره في المساحه اللي قدامك دي. محدش قدر يعترضه، حتى ايرلينج هالاند اللي قرر يغير من اتجاه حركته عشان ما يعترضش طريقه جوه المساحه، فغير ايرلينج هالاند وتحرك بشكل قطري في العمق، راح جندوجان كل ده. شوف جندوجان كان في التلت الاول، راح للتلت الاخير، وكل ده توماس بارتي ما قدرش ان هو يعترضه بسبب ان هو بيراقب كيفن دي بروين. وراح في النهايه وكان جندوجان بيطلب الكره تانية جوه المساحه اللي في منطقه الجزاء. وهنا الحلاوه بقى، الحلاوه ان السيتي اللي قدامك ده بيهاجم بخمس لعيبه، السادس كان مين؟ كان كيل ووكر. كيل ووكر ده فين؟ ده في العمق. ليه؟ احد افضل اللاعبين في العالم اللي بيطبق الدفاع الوقائي، ان انا وانا معايا الكوره انا بدافع، بدافع بمين؟ بدافع بووكر قدام مارتينيلي، بحيث الكوره لو اتقطعت مارتينيلي احد افضل العناصر اللي في ارسنال اللي بتتحول هجوميا، فانا دلوقتي براقبه وانا معايا الكوره. فده ما حصلش مره، حصل كل مره السيتي بيهاجم بخمس لعيبه، فعندك ووكر في العمق او في الممر الداخلي ماسك مارتينيلي في دفاع الوقاي. طيب تعال نشوف اللخبطه. ارسنال كان فاكر ان لو في ثلاثه من السيتي فعلا هما الدفاع، فيبتدي ان هو يضغط عليهم بثلاثه مثلا، وليكن هيبقى ساكا خيسوس مارتينيلي، على اساس ان الضغط هيبقى مان تو مان. فهنا المفاجاه ان السيتي كانوا اثنين بس دفاع، وكان اكانجي ووكر باكين عادي ومحورين وسط. فالسيتي كان بيبني بشكل الاربعه اثنين، شكل الاربعه اثنين ده خلى ان تشاكا واوديجارد مره واحده في بدايه الماتش خالص بيقولوا لساكا ايه؟ رايح فين يا عم ساكا؟ ارجع مع اكانجي. واضح كده ان احنا بنقابل شكل متغير، وبالتالي هنا كانت المفاجاه. اوديجارد ابتدى هو وتشاكا هما اللي يبقوا ماسكين جندوجان ورودري في العمق، وساكا لازم هيرجع مع اكانجي، ومارتينيلي لازم لما الكوره بتبقى في الجانب العكسي يرحل شويه في العمق عشان ما يسيبش مساحه واسعه في ظهر مين؟ في ظهر تشاكا، لان تشاكا هو اللي بيضغط عليه هنا. فبالتالي لازم الجناح يزق شويه في العمق عشان المساحه، وفي نفس الوقت ايه؟ هو مارتينيلي مكلف اكيد بوكر. طيب خيسوس اصبح امام اثنين مدافعين، فخيسوس قافل ممر التمرير على الراجل اللي هو جون ستونز، اصبح روبن دياز دلوقتي هو المتحكم في الكوره. طيب ضغط خيسوس، ايه اللي هيحصل؟ مارتينيلي قلت لك زائف العمق، اذا اللاعب الحر في السياق ده هو ووكر، فانا هلعب كوره قطريه على الاطراف وهوصل لووكر. ادي سياق رقم واحد. طيب السياق رقم اثنين، ان جوارديولا هيستخدم ايدرسون هو المدافع الثالث. يا نهار ابيض، انا بجنن ارسنال في ايه؟ ان انا مره انا باربع مدافعين عادي جدا، والمره الثانيه انا بقول لك انا ثلاث مدافعين بس المره دي ايدرسون، فانا مزود له لاعب، مزود له لاعب عن الطبيعي والمنطقي اللي انا بلعب بيه في كل الماتشات. فعندك ايدرسون شادد دياز وستونز بشكل افقي، وبالتالي هنا خلى الموقف ثلاثه امام خيسوس، فتفوق عددي بشكل مبالغ فيه. ساكا في المربع الاصفر مع الاخ اكانجي، اوديجارد مع جوندوجان، وتشاكا مع رودري زي ما احنا بالظبط. وبالتالي ثلاثه على واحد تقدر تتحكم في الكوره براحتك، ضغط خيسوس يتاخر على دياز، فدياز معاه الكوره. طيب دياز مستني ايه بقى؟ دياز مستني اللاعب الحر اللي هيتخلق. طيب كيفن دي بروين اهو في العمق، تمام. مين اللي المفروض بيراقب كيفن دي بروين؟ المفروض دلوقتي توماس بارتي، خلاص الوضع اصبح رجل ضد رجل. ارنست هابل ده كان مدرب بيدرب النمسا ودرب هولندا في 78 وكسب معاهم فاينل كاس عالم. الراجل قال لك ان المان تو مان القديمه عباره عن ان انت بترسل 11 حمار في الملعب قدام ال 11 لعيب بتوع الخصم. يعني ايه 11 حمار؟ يعني انت معاه مش بتسيبه. هو ده الضغط اللي هو رجل ضد رجل القديم اللي اضطر ارتيتا يعمله، لكن الضغط رجل ضد رجل الجديد هنشوفه مع جوارديولا في الحالات بتاعه الضغط. طيب قدامك هنا كيفن دي بروين، فكيفن دي بروين هنا في العمق، فبالتالي هيبقى معاه توماس بارتي. طيب هيبتدي رودري يقول لي ايه بقى لستونز؟ الكره راحت من دياز لستونز بالمناسبه. رودري محتاج ايه؟ بيقول ستونز افضل بقى مرر لدياز، ودياز هيمرر لك، وتعالى نتوه الراجل اللي اسمه جابرييل خيسوس ده. 2-1، تمام. ليه رودري بيعمل كده؟ عشان هو تمريره جانبيه معناها تحفيز للضغط، ومعنى تحفيز للضغط ان انا هطير اوديجارد من فوق
جوندوجان واخليه غصب عنه يضغط على دياز لان انا حفزت الضغط التمريره الجانبيه. هو ده اللي كان عايز رودري، عشان كده بيقول ستونز ايه مرر تاني لدياز. فالراجل اللي اسمه اوديجارد طلع ضغط، وبالتالي هنا بقى يتخلق التفوق العدد اللي محتاجه جوارديولا، 2-1 في عمق الملعب، جوندوجان ورودري امام تشاكا، فتشاكا يتعك، فبالتالي توماس بورتي اللي عليه السهم الابيض ده اللي المفروض واقف جنب دي بروين هيحتاج ان هو يرحل بشكل طولي، فلما يرحل بشكل طولي عشان يقابل الاخ اللي اسمه جوندوجان عشان الموقف يبقى 2-2 هيتخلق الرجل الحر اللي في عمق الملعب اللي هو اسمه كيفن دي بروين. طيب دي كانت لقطه الهدف بالمناسبه، لان دياز رجعها، ادرسون رجعها لستونز مره تانية. ستونز تقريبا لو كان مدافع فز قوي كان ممكن يمرر تمريره قطريه تجاه جوندوجان حاليا. ليه؟ لان انت، انا اسف يعني في اللفظ ده، ارنست هابل اللي قال يعني قال لك ان ضغط رجل ضد رجل ده انت خليت حمار بيجري، فهو ده كان اوديجارد، جريت ورا دياز، جريت ورا ادرسون، جريت ورا ستونز، فخلاص موقف 2-1 في العمق، فاصبح جوندوجان رجل حر. بس ستونز ما عملش كده، وستونز قرر ان يلعبها طوليه، فتخيل الطوليه دي نتج عنها هدف. ليه؟ لان زي ما قلت لك كيفن دي بروين هو في العمق، فمعاه توماس بورتي، تمام. الكره لما اتلعبت فهالاند في ظهر كيفن دي بروين، هو 1-1 امام هولدنج تماما، وبالتالي هالاند تطور بشكل كبير انه يلعب بظهره لمرمى الخصم، ازاي يقاوم الضغط وازاي بالوضع الجسدي يحافظ على الكره ويكسبها ويطلع كيفن دي بروين الرجل الثالث. ده اللي شرحناه على الفيسبوك امبارح، ارجع لقصه الرجل الثالث على الفيسبوك. وكيفن دي بروين راح فعلا وابتدى ان هو يغير من اتجاه حركته اثناء السرعه، وراح في المساحه العكسيه بتاعه جابرييل وابتدى ان هو يسجل الاول. طيب انا اللي يهمني دلوقتي ان القصه كملت، بمعنى ان لسه مارتن اوديجارد مع جوندوجان، ولسه تشاكا مع رودري، ولسه ايدرسون بيبني الهجمه برضه، فهم 3-1. بص دياز المربع الاصفر ده فين؟ مرحل بشكل افقي قوي، مبعد حتى كمان فكره ان خيسوس يقفل ممر التمرير ما بينه وما بين ستونز زي ما كانت حصلت في البدايه، لا وسع لي قلبين الدفاع وخلي الراجل اللي اسمه خيسوس على الاقل يقفل ممر التمرير اللي ما بين دياز واللي ما بين ايدرسون، فبالتالي ستونز ممر التمرير بالنسبه له يبقى مفتوح عادي، السيتي ينقل الكره بشكل جانبي. فبالتالي هنا زي ما انت شايف اوديجارد راح في جهه دياز. طيب دياز هيعمل ايه بقى؟ ستونز، او اسف جابرييل خيسوس، بعيد جدا عن ستونز، فينفع انقل اللعب ناحيه ستونز. ليه؟ لان الاخ اللي اسمه توماس بارتي قلت لك مع كيفن دي بروين قافل ممر التمرير. طيب بس توماس بارتي هيحتاج يعمل ايه؟ بعد ما يخرج اوديجارد محتاج ان هو يروح يضغط على جوندوجان، فكيفن دي بروين يبقى حر. فالكوره فعلا راحت لستونز، فلما تروح لستونز قام عامل تمريره عموديه تاني. لمين بقى الكلام ده؟ وركز معايا، لان توماس بارتي في العمق ضاغط دلوقتي على جوندوجان مع الترحيل، فاصبح كيفن دي بروين ماله حر، تمام. الكوره راحت لبرناردو، برناردو ورا زينشينكو، قلت لك 11 حمار في ظهر ال 11 لعيب بتوع مانشستر سيتي. انا اسف انا ما بغلطش، ده ارنست هابل اللي وصف الوصف ده في فكره الرجل ضد الرجل القديمه، تمام. معنى كده ان برناردو ووكر كان ذكي جدا، تحرك افقي خلق لنفسه ان هو يبقى موجود في مساحه، تمريره عموديه تاني لايرلينج هالاند اللي بينزل في الثلث الاوسط، تمام. فانا بعتمد على هالاند متنفس كخروج للكوره. طيب المربع الابيض ده مين؟ توماس بورتي اللي كان بيضغط على جوندوجان. اذا كيفن دي بروين رجل حر هيوجه وشه بشكل عمودي، هيهاجم مساحه ومفيش حد بيراقبه، لان كان هولدنج هنا طلع ابتدى ان هو يستبق على ايرلينج هالاند، محدش قدر يغطي المساحه اللي في العمق اللي رايح لها كيفن دي بروين، لا جابرييل ولا حتى بين وايت. قول لي ليه؟ لان الراجل اللي اسمه ارتيتا بيلعب رجل ضد رجل، اذا تغطيه المساحات الدفاع القطري او الهرمي ان واحد يطلع من النص اثنين يغطوا المساحه وراه، انا ما بلعبش دفاع منطقه. وبالتالي هنا الراجل ما قدرش ان هو يغطي المساحات اللي بتفتح في الملعب دي، فكيفن دي بروين راح بفكره الرجل الثالث بنفس فكره الجون بالظبط، وفعلا كان انفراد وتصدى لها تقريبا، ده كان جابرييل اللي عمل التاكلينج قبل ما تخش في مرمى رامز ديل. طيب ابتدى توماس بارتي خلاص قال لك انا طالع فوق جوندوجان بقى انا زهقت، فطلع فوق جوندوجان رسمي كانت شاكا مع رودري. طيب المنظر ده معناه ان كيفن دي بروين اللي في العمق ده هيبتدي ان هو يفكر خلاص بقى انا محدش ماسكني، هبتدي اتحرك في مساحات. هيتحرك ازاي بقى كيفن دي بروين؟ ركز معايا، اللي وراه كان جابرييل، فجابرييل بيحاول ايه؟ يستبق مع كيفن دي بروين ويشوفه هيتحرك فين. بس تحركات كيفن دي بروين ما كانتش عموديه بس، كانت افقيه. يعني ايه افقيه؟ يعني هو رايح، هو محدد المساحه صح، الراجل واعي جدا، واعي ممر التمرير مفتوح ازاي، لان اوديجارد واقف وقفه قطريه ففاتح ممر التمرير العمودي، اذا ممر التمرير العمودي يوصل للمساحه اللي في ظهر بارتي، فالتحرك لازم يكون افقي. فتحرك كيفن دي بروين افقي، استلم التمرير العموديه من دياز في ظهر بارتي وابتدى ان هو يسوق الكوره، طلع هولدنج واتبقى 1-1 في العمق، هالاند ضد جابرييل. طيب تعال نشوف دي
نفس الفكره، كيفين دي بروين بيختار نوعيه التحرك حسب السياق. هنا التحرك ماله برضو افقي، لان الفكره كلها لما جوندوجان كان ورا راح مع اوديجارد، وهنا توماس بورتي راح مع رودري، وبالتالي هنا كيفين دي بروين بيتحرك في ظهر تشاكا منين؟ في بشكل افقي، فراح في المساحه اللي في ظهر تشاكا استبق وراه هولدنج، معناه انه ترك مساحه وراه، فمساحه واحد ضد واحد هالاند ضد جابرييل، ريسك كبير جدا على دفاع ارسنال، راحت من جريليتش حطها لهالاند، وهالاند راح الانفراد او يعني شبه انفراد وسد التسديده اللي قدامك دي تصدى لها رامز ديل. طيب نفس الفكره بالظبط، ابتدى بقى مارتينيلي يتحاول يتحرك في العمق، والبلوك بتاع ارسنال ابتدى يهدى بقى خلاص، هم شافوا الضغط العالي ده يعني في ريسك وبيتضربوا كتير، البلوك هدي شويه رجع مارتينيلي راح في العمق مع كيفين دي بروين، وده معناه ايه؟ ان ووكر هو الحر الان، اذا العب الكوره لووكر. طيب ووكر بقى ذكي ليه؟ انا محتاج احفز ضغط ارسنال يبقى عالي تاني، ما هو انا بضرب ارسنال ازاي وهو ضغطه عالي؟ انا مش عايز ضغطه يتقفل لتحت. ففعلا رجع الكره لادرسون تمريره خلفيه يعني تحفيز للضغط، اذا ارسنال بعد ما كان بلوكه كان متوسط طلع لبلوك عالي تاني، رجعت لادرسون الراجل اللي بيبني اللعب الراجل الزياده. طيب هنا سؤال اوديجارد في السهمين، اضغط على دياز ولا اضغط واقفل ممر التمرير على جوندوجان؟ فهنا كان الاسئله اللي بيحطها جوارديولا لعيبه ارسنال في الملعب. طيب الراجل اللي اسمه ايدرسون رجع حط الكوره تاني كتريه لووكر، ليه؟ لان قلت لك مارتينيلي دايما بينزل العمق، لازم ينزل العمق طالما الكوره يعني رايحه في النصف الايسر عشان يغطي المساحه في ظهر تشاكا، وبالتالي هنا ووكر هيبقى الراجل الحر وهيلعب له اللي اسمه ايدرسون. ايدرسون فين؟ الراجل الثالث، المدافع الثالث اللي بيبني الهجمه، فدياز وستونز فاتحين الملعب، فبالتالي هنا موقف ايه؟ 4-3، موقف تفوق عددي اطلع عن طريق روبن دياز سهل جدا. طيب بص بقى اللعبه دي، حتى لما بلوك ارسنال كان بيهدى شويه، بص بقى التركيبات بقى. دلوقتي دياز كان بيلعب باسلوب روبرتو ديزيربي اللي هو ايه بقى؟ عارف بيقول لك بطن الرجل من تحت، روبرتو ديزيربي بيستعمل الحته دي. بطن الرجل من تحت لما تقف كده او بمعنى اصح تسند الكوره وبعدين تسيبها واقفه، ده تحفيز للضغط. بمعنى ان مارتن اوديجارد هنا قافل ممر التمرير على رودري، بس في نفس الوقت هو السيتي عامل ايه هنا؟ عامل موقف 3-2، بص جوندوجان هستند على جوندوجان هحط الرودري رجل ثالث ويبقى لوحده، وبالتالي هنا ليه؟ لان توماس بورتي وسط الملعب الثالث اللي مع اوديجارد وتشاكا فين بقى مع دي بروين؟ موجود دي بروين في الممر الداخلي مش في العمق. انت متخيل بقى كيفن دي بروين بيغير ازاي مكانه وبارتي مسحوب وراه، اذا رجل ضد رجل قديم اللي هي حمار بيجري ورا 11 لعيبه او 11 حمار، فانت بتجري ورا اللاعب اللي انت بتراقبه في كل حته فبتخلق مساحه، فالمساحه اللي اتخلقت هي مكان بارتي اللي هي مساحه العمق. تمام، استلم رودري، مين المفروض يروح في مساحه العمق؟ المفروض جوندوجان، بس هو ما راحش يعني. طيب الكره رجعت، بص لسه بارتي في المربع الاصفر مع دي بروين، وبالتالي عندك هنا اللي راح في المساحه رودري ده اولا، واللي راح في المساحه الثانيه هو جوندوجان. اذا ما بعد التفوق العددي 3-2 بيعملوا حاجه اسمها التفوق المركزي، بركب على مساحه في دار خطوط الضغط، وبالتالي هنا اتخلق الموقف 2-1 رودري وجوندوجان على تشاكا، لان مارتن اوديجارد منشغل بالضغط على دياز، فدياز هنا كان اوديجارد اراقب جوندوجان او لاعب وسط ولا اضغط على روبن دياز، وبالتالي هنا السيتي كان بينجح. اذا جه مارتن اوديجارد يقفل ممر التمرير، شكرا فتحت لي ممر تمرير عمودي، راحت لمين؟ لهالاند، بستند على هالاند. المربع الابيض ده مين؟ ده كيفن دي بروين متمركز ما بين الظهير بن وايت وهولدنج، ففتح لجريليتش ان يكون رجل حر، فالكرة هنا بدل ما هالاند يلعبها مثلا لكيفن دي بروين رجعها لرودري مره ثانيه، ورودري بقى ابتدى برناردو سيلفا يخش ما بين جابرييل وزينشينكو في العمق، ففتح موقف حر على الاطراف اللي هو مين؟ كيل ووكر. وهنا كان كيفن دي بروين مستني بس لو رودري لمحه كان ممكن يلعب له تمريره في العمق يوديه كرجل ثالث ناحيه الجون مباشره. فالسيتي كان مبهدل ارسنال بصراحه تكتيكيا في الملعب، يعني بص مثلا اللي قدامك ده، فكره الرجل الثالث برضو عندك مارتينيلي بقى المدافع الخامس هو اللي بيضغط على الاطراف، فمارتينيلي رجع يدافع مع ووكر اللي فاتح الملعب. طيب جوارديولا قال لك ايه بقى؟ برناردو يخش ما بين زينشينكو وجابرييل يبقى مهاجم تاني مع هالاند اللي واقف قدام هولدنج، وكان بين وايت بيراقب جريليتش. ده معناه ايه؟ ان تشاكا هنا بيقول لهم يا جماعه كيفين دي بروين في الممر الداخلي مين هيمسكه؟ اطلع يا عم زينشينكو، بس لو زينشينكو طلع وضغط على دي بروين معناه انه بيفرغ مساحه يتحرك فيها برناردو واحد ضد واحد وهتبقى خطيره جدا. طيب فالموقف اصلا من البدايه 3-2. طيب لو فرضنا ان تشاكا ضغط على رودري اللي هو المربع الاحمر، كيفين دي بروين هيبقى حر. طيب ليه توماس بورتي ما يضغطش هنا على رودري
ويبقى موقف 3 ضد 3، لانه ممكن هيفرغ مساحه العمق يتحرك فيها جوندوجان مثلا، او ينزل فيها ايرلينج هالاند ويبتدي ان هو يدور اللعب. فبيحطك جوه اسئله، جوارديولا بيحطك جوه اسئله. فهنا ضغط تشاكا، اذا كيفن دي بروين بقى حر. ضغط زينشينكو، اذا فتح المساحه في ظهره ليه الاخ اللي اسمه برناردو سيلفا. كيفن دي بروين ما اتعاملش معاه بذكاء بصراحه، وابتدى يرجع رودري تاني، ورودري اداها لبرناردو سيلفا في المساحه 1-1 امام جابرييل. طيب نوصل للنقطة دي، موقف 1-1 على طول. ساكا كانجي، بارتي طلع مع جوندوجان، خلاص اتشكى مع رودري، وادي دياز مع اوديجارد، وخيسوس كان مع ستونز، والراجل الفاضي اللي عندك في الممر الداخلي الايسر هو الاخ كيفن دي بروين. مجرد باص بسيط بس من دياز هيودي كيفن دي بروين ما بين خط، يطلع يطور الهجمة ويكسر كام لاعب من ارسنال بيضغط، حوالي 6. فهنا كيف في نهايه المباراه او في نهايه الشوط الاول تقريبا كانت الدقيقه 40، ابتدى ارتيتا خلاص اللي هو ايه بقى هولدنج، اطلع بقى ورا كيفن دي بروين حتى لو هتوصل للثلث الاول. بس ادرك الحته دي بعد قد ايه؟ بعد 40 دقيقه. فارتيتا كان عاجز انه يخلق حل، اضغط ازاي صح. طيب لو فرضنا ان الطريقه دي صح، وان هولدنج طلع ورا دي بروين فعلا في المنطقه دي، ده معناه ان لو بين وايت متشد ناحيه جريليتش، وزينشينكو متشد ناحيه برناردو، اذا اتبقى موقف 1-1 هالاند امام جابرييل، ويقدر السيتي يلعب كره مباشره في المساحه، وهالاند يهجم على المساحه وما بيصدق يلاقي مساحه ويجري عمودي والموضوع ينتهي. اذا الفكره دي برضو مهما كان حتى لو هتحجم دي بروين فهي ريسك، لانك فاتح مساحه ليرلينج هالاند. طيب هننتقل للجزء الثاني بسرعه عشان ما اطولش عليك. ارسنال بيبني الهجمه، ضغط السيتي بقى. هو عارف جوارديولا ان ارتيتا مش هيبتكر، ليه؟ ارتيتا شخص دايناميك قوي، هينزل بال 3-2-5. طيب زينشينكو اللي عندك في العمق، والسهم الاسود ده بيضغط عليه رودري، ادي 1. هالاند قافل ممر التمرير على بارتي، 2. جريليتش بيتحرك مع بن وايت على الاطراف، 3. برناردو بيتحرك مع تشاكا في الممر الداخلي في العمق شويه، 4. وكيفن دي بروين بيضغط على جابرييل، 5. مع ضغط هالاند على هولدنج في نفس الوقت. طيب هنوصل لايه هنا؟ هنا ارسنال ما عندوش عنصر يقدر يطور الهجمه من المنطقه دي، وبالتالي جوارديولا لعب على فكره ان اللعب المباشر بالنسبه لارسنال غير سائد. يعني ايه غير سائد؟ ما كانش بيحصل خلال الموسم. هو دايناميك قوي كلاعب تمركزي، مش متحرز زي جوارديولا ان في سياقات معينه هبتدي العب مباشر، هنا مش هلعب مباشر. فالضغط بتاع جوارديولا كان حاد قوي وعددي قوي في مناطق ارسنال الخلفيه، عشان ده كان الرهان، والرهان كان صح. فالكره لما هتتلعب بالشكل ده، وجوندوجان هو اللي كان بيراقب اوديجارد على الاطراف، فالكره كانت هتروح في العمق بس اراها جندوجان عادي جدا. حتى لو ما اراهاش جندوجان كان في ظهره دياز كان هيقراها عادي جدا، كره مش رايحه لحد واتقطعت. طيب قلت لك زينشينكو لما بيكون في العمق معاه رودري، وبرناردو لما بيكون في العمق، او تشاكا ما بيكون في العمق معاه برناردو. طيب هل ده بالضروري بيحصل كل مره زي ما ارسنال كان ضغط رجل ضد رجل قديم؟ هو ده الضغط رجل ضد رجل الحديث، بمعنى انت مش مطالب برجل معين ماشي معاه في الملعب طول الماتش، لا، ده انت كمان حسب السياق انت بتراقب، ده رقم واحد. تاني حاجة انت برضو بتركز على الكرة والمساحات، مش برضو بتركز بشكل 100% على اللاعب، وبالتالي هنا هو ده الضغط رجل ضد رجل الحديث، مش مجرد 11 حمار عمال اجريهم ورا 11 لاعب، لا، ده هنا برناردو على الاطراف، انا في مكاني بضغط على زينشينكو لما هيجي يرحل على الاطراف، زينشينكو هو ظهير عكسي يعني بيخش في العمق احيانا وعلى الاطراف احيانا، فعلى الاطراف برناردو هيضغط، ومين هياخد التشاكا في العمق؟ رودري من اماكنه عادي، يعني مش هغير مكاني عشان الراجل غير مكانه، فاهم قصدي؟ هي دي الفرق، ده الفرق في الضغط، ان انا ما بغيرش مكاني، مش توماس بارتي هيطلع على الاطراف او في ممر داخلي ويترك مساحه العمق عشان مجرد دي بروين راح. فهو ده الترحيل في الضغط ما بين اللعيبه. فهنا كان برناردو بيراقب زينشينكو على الاطراف، ورودري كان بيراقب تشاكا في العمق، ولما رجع التاني ان زينشينكو هو اللي في العمق ده اللي في ظهر دي بروين، رودري هو اللي في ظهره، واللي في ظهر تشاكا في الممر الداخلي هو برناردو سيلفا. يبقى انا مش بترك مواقعي او مش ملتزم بلعيب معين، وبالتالي هو ده الضغط ضد رجل الحديث. وكان هالاند مع بارتي في العمق، جريليتش كان مع بين وايت، وجوندوجان كان بيحاول يقفل ممر التمرير على اوديجارد. لو ركزت عندك كام لعيب من ارسنال قدامك، هتلاقي بنتكلم 4-2-6 و6 من السيتي، فارسنال مش متفوق عدديا ولا حاجه، فما كانش عارف يتفوق عدديا. طيب ايفن بقى 1-1 اهي، بس فتحت ممر التمرير لان بارتي رحل شويه، هالاند رحل معاه، ممر التمرير العمودي فتح، هولدنج عمل تمريره راحت لمين؟ للمهاجم خيسوس.
مين اللي في ظهر خيسوس؟ الراجل اللي اسمه جون ستونز. هنقف هنا، ميزة وعيب. الميزة ان انا بستبق ومضايق جابرييل خيسوس. العيب، العيب ان ممكن فكرة الرجل الثالث تتم. شاف اوديجارد المربع ده او الدايرة دي، طبيعي جدا رودري بيحول مرجعيته للكوره في اللحظه دي، وبالتالي بيغفل السن عن الرجل الثالث. فالرجل الثالث كان ممكن لمسه من خيسوس لو عامل سكان كويس هيطلع مارتن اوديجارد كرجل ثالث. فدي عيب في الطريقه وعيب من خيسوس. بس تعال نكمل كده. لو كان طلع اوديجارد كرجل ثالث، مين اللي في وشه على طول مش هيسمح له ان هو يستلم؟ روبن دياز. انا مطلع الاثنين مدافعين بتوعي، يا نهار ابيض، براهن على عدم اللعب المباشر بالنسبه لارسنال. فبرغم ان تمرير خيسوس غلط، حتى لو كانت صح وطلع اوديجارد كرجل ثالث، ففي ظهره دياز على طول. وهنا كان هيبقى بقى ايه؟ مشاجره تقنيه. دياز هيكون اقوى في قطع الكره بسرعه، ولا اوديجارد تحت الضغط هيعمل حركه ابتكاريه، ولو عدى من دياز يطلع ساكا من الجانب الاعمى بتاع اكانجي؟ مش عارف. دي بقى سياقات ما كناش عارفين ايه اللي هيحصل فيها. فعلا راجع لبارتي وهيلعب الكوره مباشره لساكا، برضو جوارديولا كان محضر نفسه للمباشر. فعندك اكانشي وضعيه بتجري خلال المساحه، ترى الكوره، عامل الوضع الصحيح بتاع ان هو يقفل على الكرات المكشوفه دي. طيب احنا زي ما احنا برناردو ابتدى ان هو يروح في العمق مع تشاكا عادي جدا في سياقات معينه. ليه؟ عشان الاخ اللي اسمه رودري واحد من نصف ملعب السيتي لازم يقفل ممر التمرير العمودي ده، وبالتالي هالاند لما ينساق ورا بارتي، فعندك ان رودري في العمق هو راجع عايز يقفل الحته اللي ما بينه وما بين جوندوجان اللي بيراقب فيها اوديجارد. تمام، الكوره لما اتلعبت ما لحقش طبعا رودري ان هو يقفل الحته دي مع الترحيل، برده اتلعبت عمودي وراحت لخيسوس. هنا بقى المفاجاه ان دياز هو اللي طالع مع خيسوس، وبالتالي هنا استباق مضايق المهاجم عشان ما يدورش بالكوره. في نفس الوقت ايه؟ ستونز بيعمل ايه بقى؟ مهاجم او مدافع بيستبق، ومدافع بيعمل ايه؟ بيرجع يغطي المساحه اللي في العمق اللي سابها المدافع زميله. ده اللي ما عملوش ارسنال في الجون الاول، عشان كده قلت لك كان في خلل في الضغط، ان انت هتستبق بهولدنج، لكن في نفس الوقت ايه؟ ما قدرتش تغطي المساحه بالتاني. ما هو لازم كده. انت بتشوف مانشستر يونايتد، لو تشوف ماتشات مانشستر يونايتد تلاقي يا فاران يا ليساندرو بيطلع يستبق التاني ورا، التاني بيعمل ايه؟ بيغطي المساحه. هو ده اللي كان بيحصل. عجبني السيتي فكره انه لما كان حتى بيرجع ببلوك هو مزنق منطقه اللعب، يعني ساكا معاه الكوره اتنين عليه رسمي كده، رسمي جريليتش واكانجي، مفيش واحد ضد واحد. دي خالص انسى يا عم ارتيتا ان ده يحصل. في نفس الوقت بقى برناردو دفاعيا عجبني جدا في العمق. بيتحرك مع مين؟ بيتحرك مع تشاكا. فين؟ في العمق. ليه؟ عشان ووكر يلتزم بمارتينيلي، ووكر ما يرحلش بشكل مبالغ فيه قوي يعني، ويتصدى لتشاكا ومحاولات تشاكا. ما هو ارسنال ما بيلعبش بظهير صريح على الخط، وبالتالي هنا سهل برناردو سيلفا يعمل ايه؟ في اوقات معينه يسيب الاطراف ويروح للعمق، يرتد او يعمل تحول دفاعي مع واحد بيهاجم مساحه في العمق مع ترحيل مدافعين السيتي. عجبني دياز ان هو كان واقف قصاد اوديجارد قافل عليه نصف المساحه، لان طبيعي لما الجناح يستلم وسط الملعب الهجومي يهاجم نصف المساحه في ظهر الظهير او نصف المساحه اللي ما بين الظهير وقلب الدفاع. فدياز كان واعي جدا انه يروح يقفلها الاول قبل ما يعني ينساق ورا جارية اوديجارد ولا حاجه، ده هو راح يقفلها. فهو ترحيل فعلا صحيح جدا، وستونز كان رايح في جهه خيسوس. طيب هننزل تاني. بص بقى السياق ده من اجمل السياقات اللي في المباراه كلها. ليه بقى؟ توماس بارتي ابتدى ان هو يتحرر شويه من ايرلينج هالاند. خلي بالك هالاند بيتعلم، متعلم في منظومه السيتي، بمعنى ان هو جول ماشين و33 جول في البريمير ليج وحاجه كده صعبه جدا، ولكنه في سياقات معينه ازاي يستلم بظهره ويقاوم الضغط، الكفر شادوينج، يقفل ممر التمرير، الكلام ده كله متعلم، لانه كان دايما بيمتاز بالمباشر، اروح في المساحه وادب جوان. لا دلوقتي بقى في تنظيم، فانت مشارك في المنظومه. طيب هالاند طبيعي جدا يفلت منه بارتي في اوقات كتير. ايه اللي كان بيحصل بقى؟ جوارديولا كان عامل حسابه ان جوندوجان هو اللي يروح يضغط على بارتي. طب هو اوديجارد اطلع يا دياز في ده. يا نهار اسود، انا ببيع الدفاع رسمي كده؟ هو مش بيبيع الدفاع، ده انا بكثف المنطقه اللي بتلعب فيها الكوره عشان ارسنال ما يدورش اللعب من تحت خالص، عارف ما يطلع نهائيا. فبالتالي هنا مفيش حد يقدر يطلع بالكره في المكان ده خالص. رودري بقى يقفل ممر التمرير، هو اللي يدافع عن منطقه معينه، وجندوجان عادي بيكون محمي بدياز في ظهره. فده كان من افضل السياقات اللي بتحصل. طيب
ايفن الكره رجعت زي ما انت شايف كده، ترحيل السيتي ما كانش قوي، وادي رودري مع زينشينكو في العمق، وبرناردو في المربع الاسود مع تشاكا، اوديجارد خد موقف تفوق مركزي، وايفن لو كان هولدنج كان صاحي عمل التمريره العموديه لاوديجارد حتى لو حصلت. فين دياز؟ دياز في فوق الثلث الاوسط بيضغط على اوديجارد مش هيسمح له انه يستلم تاور الهجمه. فبالتالي ركز كده على لعيبه ارسنال، بنتكلم 3 2 دي 5 6 جابرييل على الاطراف هيبقى 7، وبنتكلم ان السيتي 7 يعني مفيش تفوق عددي. حتى لو بتحاول تعمل تفوق عددي بتغيير مراكز بورتي يهرب من هالاند، انا محضر حالي. وبالتالي هو ده اللي جوارديولا كان صاحي جدا في الماتش او قبل الماتش كمان في السياقات اللي بيقولها للعيبه. طيب ادي هنا بارتي برضو بيهرب من هالاند وبيفتح، يعني بيرحل بشكل افقي كده، وبالتالي هنا بيهرب من هالاند. لما خد الكوره بص بقى السيتي، بص بقى التكثيف بتاع اللعب ده، مبدا بقى التكثيف ازاي بقى تحت الكوره منظم. بص بقى دلوقتي احنا بنتكلم ان اوديجارد قافل عليه ممر التمرير، جوندوجان وقافل عليه نصف المساحه دياز، في نفس الوقت رودري بيجري ورا خيسوس، في نفس الوقت ايه ستونز قافل عليه فكره ان هو يركض. انت فاهم القصه ماشيه ازاي؟ انا مضيق اللعب على ارسنال، ارسنال مش هيروح مباشر، يعني مش هيجروا في المساحه في ظهر دياز وستونز. هو ده الرهان، ان انا ممكن تكون المساحه متساويه وراه، بس في نفس الوقت هو محدش هيجري لان انت لعبك تمركزي ومش هتحاول ان انت تخرج بره الدايناميك بتاعتك يا ارتيتا. هي دي النقطة، لأن لو كان في لعيب فعلا بيجري صح وفاهم السياق صح هيجري في المساحة، لأن أكانجي متأخر جدا في الضغط على ساكا وياخد كرة بس طولية بسيطة جدا من بارتي يروح في مساحة. فهي دي النقطة، وهنا كانوا بيركزوا على ساكا بس هو اللي يتحرك، ويتحرك من على الأطراف، وكان أكانجي جاهز للنقطة دي. الفكرة اللي عجبتني أكتر هي فكرة ووكر. خلاص بقى ستونز رحل، دياز رحل، كله في المنطقة بتاعت النصف الأيسر، عندك ووكر رايح هو اللي راح يغطي المساحه اللي كان رايح لها تشاكا حاليا. في نفس الوقت بص بقى، بص السيتي مرحل ازاي، عندك لما راح ووكر في العمق واخد تشاكا كان برناردو سيلفا بيرحل مكانه عشان ياخد مارتينيلي، عشان ارسنال ما يعملش فكره الاوفر لودنج تو ايس بليت اللي هي اجمع لعبه ناحيه اليمين واعكس عند مارتينيلي. لا دلوقتي بقى في لعيب قريب من مارتينيلي فالسيتي بيدافع بخمسه. فهي دي الفكرة، ان السيتي مش بس مع جوارديولا حلو وهو بيلعب كورة، ده جميل اكتر وهو مش مع الكورة. الراجل بيعمل مبادئ دفاعية هايلة 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 جدا يعني. فالموقف فعلا لما اتعكس على مارتينيلي بقى 4 للسيتي على 2 من ارسنال تفوق عددي. فهي دي النقطة اللي انا كنت عايز اتكلم فيها. هنا نفس الفكرة بالظبط، انا مش عايز اعيد كتير، فكرة ان دياز لما الكرة بتتلعب عمودي لخيسوس بيروح وراه جون ستونز على طول، ودياز بيبقى مع مين؟ مع الاخ اللي اسمه اوديجارد عشان فكرة الرجل التالت. وبالتالي عندك هنا برناردو في المربع الاصفر، حاجة هايلة بقى دي اللي انا هختم بيها يعني عشان ما اطولش اكتر من كده. بص بقى برناردو المربع الاصفر ده هو في العمق، احنا متفقين على كده تمام. ستونز لما هينساق خيسوس ابتدى يلعبها على الاطراف، فراحت هنا لتوماس بارتي فستونز انساق وراه. ايه اللي بيحصل؟ بيحصل بقى التغيير الجذري ده، هو ده بقى الرجل الحديث. بمعنى ووكر دخل في العمق اصبح قلب دفاع مع دياز، واخد مارتينيلي اللي دخل في العمق مكان خيسوس، وبرناردو سيلفا بقى الباك اليمين هو اللي بيضغط على زينشينكو على الاطراف. فمتخيل ازاي لعيبه السيتي بتغير من اماكن بعض عشان يحافظوا على الكوره، تركزوا مع الكوره، يحافظوا على المساحه، وفي نفس الوقت ايه رجل ضد رجل صحيحه. فبصراحه تكتيك دفاعي بالنسبه لي كان هايل جدا بالنسبه لمانشستر سيتي امام الارسنال. وكفايه حالات لحد كده، معايا حالات اكتر بس يعني عشان الحلقه ما تبقاش طويله. فعلا السيتي وصل لمرحله صعبه قوي الموسم ده، مرحله ممكن اقول عليها البيك. طب ممكن يخسر من ريال مدريد؟ ما هو ممكن يا جماعه، الكوره يعني نتيجه، لو انا خسرت في النتيجه في عوامل كتير قوي بتاثر على النتيجه غير التكتكس. انا بتكلم في شغل المدرب وشغله مع اللعيبه وايه اللي بيحصل في الملعب، لكن جوارديولا قادر ياخد النتيجه برده بالاسلوب ده. طيب مباراته مع ريال مدريد، معرفش السياقات اللي هتحصل ما تخلنيش، لان انت بتتكلم عن منظومه بقى، بتتكلم عن تكتكس وحاجه كده استراتيجيه عملاقه زي ما انت شفت كده. والناحيه الثانيه كره الشوارع، الكره الجميله بقى، عارف انت فينيسيوس بنزيما القرارات الصحيحه. انت هتقابل فريق بيعمل قرارات صحيحه بالكوره، سواء كان فينيسيوس، مودريتش، كروس، مش بس صحيحه، قرارات ابداعيه قد تخدع دفاع السيتي، تخدع دفاع اي حد في العالم. ومش بطبل لريال مدريد، ده شفناه كتير.
قدام الفرق المنظمه جدا، فانت 90 دقيقه او 180 دقيقه انك تبقى منظم فيهم كلهم ممكن تتضرب في دقيقه زي ما حصل السنه اللي فاتت. ما اعرفش ايه اللي هيحصل. المهم دلوقتي الدوري الانجليزي في سكه السيتي، فرق نقطتين، الراجل فاضل له بالظبط كده مباراه فولهام بتاعه يوم السبت لو كسبها، او مباراه ويست هام هي اللي تبقى مؤجله يعني، لو كسبها مع مباراه فولهام هيبقى فوق الارسنال بنقطه. وكل سنه وانتم طيبين الا اذا حدثت معجزه والله اعلم. ما تنساش تعمل شير وسبسكرايب ولايك، حلقه طويله انا عارف، بس ايه اعمل بس فنجان القهوه كده وشوفها. وبشكركم على الدعم الكبير جدا يعني، ده فارق معايا بشكل كبير قوي. والى اللقاء.